في مقابل الردود على تجمع النملان، استضاف ديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء تجمعا بعنوان القرار للأمة، وكانت الأغلبية المبطلة أقامت اجتماعا مفاجئا اليوم بديوان النائب السابق أحمد السعدون. أعلن في ختامه النائب السابق جمعان الحربش أن الهدف من الاجتماع كان التنسيق لندوة اليوم بديوان الخليفة، والتنسيق أيضا لتجمع ساحة الإرادة بعد غد الاثنين. وفي الإطار ذاته أصدر تجمع الجهراء بيانا رفض أن تقوم الأغلبية المبطلة بتصريحات مشابهة لتجمع ديوان النملان، فاتحة مسامعها للخطاب المجسد للوحدة الوطنية النابذ لخطاب الكراهية. لا تزال أصداء الخطاب السياسي الأخير لتجمع ديوان النائب السابق سالم النملان تلغى معارضة شديدة من العديد من النواب السابقين والناشطين السياسيين المستهجنين لما قيل في الخطاب ذاته وسط حملة إعلامية منددة به. النائب السابق أحمد داري اعتبر أن رفع سقف التأزيم وكسر الخطوط الحمراء هو خرق كبير يقتضي من الجميع تحمل مسؤولياتهم التي نص عليها الدستور وضمن الأطر القانونية لعودة الثقة والإطمئنان بدولة المؤسسات التي هزها الخطاب خلال الأيام الماضية. ومن جانبها استغربت عضو مجلس الأمة السابق معصوم المبارك ما أسمته الهرج والمرج حول الدستور، مؤكدة أن المادة 71 أجازت إصدار مراسيم الضرورة. وكانت الناشطة السياسية صفاء الهاشم اعتبرت أن خطاب ديوان النملان هو انقلاب على الدستور، وطالبت الهاشم وزير الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. أقيم اجتماع مفاجئ عصر اليوم بديوان النائب السابق أحمد السعدون، ما دعا الكاتب الصحفي نبيل الفضل لأن يتساءل حول الاجتماع المفاجئ، هل هو انتباههم المتأخر للغة السيئة للخطاب الأخير أم محاولة لتأجيج الأوضاع مرة أخرى بعد فقدانهم لقواعدهم الجماهيرية المستاءة من الخطاب ذاته؟